مدورين المزايين ولا ظن تلحق هنسموك الركايب البارحة والعين لا شافت العين تشكي وتشكي من سموم الحبايب يا عقاب لا من صرت ما بين كنتين بين الغرام وبين رد الطلايب يا من يعلم وين عفرة غدت وين ضاعت بها الأفكار بين الحرايب يا عقاب عفرة جرحها صار همان مثل السحاب اللي لف الضرق والرعود رحمك يا اللي تقلب الحال بالحال يلا قبل الأيام معقول يا عفرة والجروح انكون تجرعنا مرار الزمن تغربنا وعينك وطن سنين تمر من عمري وشح الوصال حلمي شاب في عيني وصعب المنال يمر طيف وعيوني تنادي تعال تعال وشوف حالي في غيابك تعال يا عفرة الجفا وعهد الوفا تعالي دفا وتبكي وانا وجرح الهوى ما له دوا ما له دوا أحيف عليك يا عقاب أخوك ينذبح ليلة فرحه لسه يا شيخ ما شفت شيء بعد وش تقصد؟ ها؟ أقصد الظالم يجي له يوم يا شيخ يجي له يوم صخر اصدقني القول أنت اللي ذبحته أنا؟ لله يا عمي وشلون ودي أذبح واحد بليلة عرسه وبعدين إحنا وين وهم وين؟ الله يهداك بس يا ريت انك قلت لي ذبحته كان ريحتني وبرت لي ناري إيه. الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وحول فرحهم لحزن متى نعود وصير عنا ديرة ونحكم ونؤمر ونرسم حلفت لك يا حب براحة يميني والناس باليسرى في ذمة الذوق
يا أهل الديرة، اللي قدامكم هذه أسهم، سهم من خرج سهام كل واحد فيكم بما فيهم أنا وأخوي نواف، وهذا السهم اللي انذبح فيه أخوي نمر الله يرحمه. الله يرحمه. فحصت الأسهام سهم سهم، ما فيها اللي يشبه هذا السهم، يشهد علي الله ان اهل الديره كلهم بريئين من دم اخوي نمر الله يرحمه. لعاد من هو اللي ذبح نمر يا الشيخ؟ اللي ذبح نمر من برا الديره يا الربع. هي يا شيخ اللي ذبح نمر من برا الديره. انا من ليله العرس وجفني محروم ما جاني نوم، وانا ادور على اي دليل انا واثر يدلنا على ذباح نمر الله يرحمه، لين لقيت خطوات قدام بني آدم وحوافر خيل من برا ديرتنا، وهذا يدل على ذباح نمر لفانا من برا الديرة. أنت متوكد من الكلام اللي تقوله يا شلاش؟ بالله أني متوكد يا الغالي. فهد على مرمى ذراعك، خذ رجال الديرة معك وقصوا الأثر اللي تكلم عنه شلاش، وشوفوا لي وين ينتهي وفيات ديرة. عدوا صار وراي رجال. على امرك يا شيخ. يا فهد ليه ما علمتنا باللي طلبه منك الشيخ أقاب؟ كنا أعطيناك خروج سهامنا، ليه ما تسرقها بالليل؟ اعدل هرجك يا ريال، أنا ما سرقت، هذه أوامر الشيخ أعقاب وأنا نفذت. ولو بي عندك شيء ما هو عاجبك علمه للشيخ من نعاود للديرة. علامكم يا رجال، إحنا اللي فينا هان لجل نعرف من هو غريمنا، مو لجل تلهاوشوا. ما أنت سامع هرج اللي يغث البال؟ ينقي ينقي وحنا بعز المصايب. ها وش صار مع الاثر؟ وقف هان. لا حول ولا قوة الا بالله. روحت يا رجال، هات الخيل. وش تقصد يا عقاب بعملتك؟ بدك تصغرني قدام اهل الديره وتحط خشمي بصف خشومهم؟ تشك بي وانا المصاب مصابي والمذبوح اخوي؟ بسيطه يا عقاب، بسيطه. السلام عليكم. هلا ابو فهد، تفضل. زاد فضلك يا ولدي. شلونك يا نواف؟ علمنا الله زين. ليه ما خرجت مع فهد والرجال؟ لأن الشيخ ما طلب منا زهم معه. ولدي يا نواف، أنا شفتك اليوم متضايق وانت تشوف سهمك بين سهام الرجال، وودي إياك تزعل على خويك فهد لأنه خذ سهم من سهامك ومن وراك بالليل وانت نايم. هو كان ينفذ أوامر الشيخ عقاب وأوامر شيخ الديرة، ما تنرد. حظاً قلتها يا أبو فهد، أوامر الشيخ عقاب ما تنرد. شو بدنا نسوي هسا؟ البنات ما رجعنش ومش مبينات، والناس أكلت وجهنا، بطل واحد يعرف وين يروح بحاله. بدنا نطلعهم لو من سابع أرض، بدنا نلاقيهن. أنت عارف الشيخ اللي خبطوه على راسه لو كان عن جد مات ولا صلوا إشي؟ جماعته شو عملوا فينا؟ كان ذبحونا واحد واحد مثل الغنم. الله لا يرده ولا يقيمه. لا تذكرني فيه، أحسن ما روح أذبحه بإيدي هذول الخسيس الواطي. المهم نعرف وين راحوا. Thank you.
هو ايش النشميه؟ هلا. هادي فرسج؟ فرس ابوي. وش اسمها؟ الاصيله. هلا. على ابو اخوي سالم. وش كنت تهرج مع بنت الشيخ سلطان يا صخر؟ ها؟ هذه بنت الشيخ سلطان؟ لكن تعرف انها بنت الشيخ سلطان. انا جيت هان لجل اشوف اذا بيحتاج شيء. علمناكم ما حد بيكم يقرب الغدير. مطول بنات الديره بيه. ليه انت هان؟ على هونك يا اخوي سالم الله يهداك بس. لا تكبر السالفه. انا نيتي اساعد لبنيه. وما كانت نيتي سوء ابد. كنا خيرك يا صخر. قويت يا فجر؟ هلا. قويت يا سالم. أقول يا فجر، عسى ما ضايقتش صخر بشي. من صخر هذا؟ اللي كان واقف معك على الغدير. لا ما ضايقني بشي. ليش تسأل؟ لأن صخر هذا من ديرة الشيخ راجي. مريد أحد من ديرتهم يضايق أحد من ديرتنا. اي ما يخالف يا سالم، حنا بعد نعرف شلون نهرج معه ومع غيره. هذا لو بي احد ضايقني اسلم عليك. الله معاك يا رجل. الله معاك. قلبي تعلق بالهوى بعيونه، لا سلها مر مشين بين جفونه. قلبي تعلق بالهوى بعيونه، ناس الهمر مشين بين جفونه. اي والله اني بالهوى متعني، اي والله اني بالهوى مجنونه. اي والله اني بالهوى متعني، اي والله اني بالهوى مجنونه. الشمس تحرق قلبي وتكويني، ودي أعيش العمر بين غصونه. الشمس تحرق قلبي وتكويني، ودي أعيش العمر بين غصونه. الغالي اللي بالحشمة مثله، ودي أمشي دمعتي بردونه. الغالي اللي بالحشمة مثله، ودي امشي دمعتي بردونا. الزم عندك على هونك النشمية، على هونك. عزت الله ما خذيت من خرج غير الزاد. يا عرب انت. انا من ديرة الشيخ راجي، لكن بالله ما قصدت اسرق منك شيء. لكن عيالي بالبيت كواهم الجوع، وما عندي كسرة خبز وحدة اسد بيها ريقها. الحاجة ما تبرر السرقة. وان كان المحتاج ضيف كان الزوم يسأل والمجير عليه يجيب. قم يا ضيف، قم عاود لديرتك، زادك وزاد عيالك يوصلون لعندك. لكن ان سرقت مرت ثانية بتروح القبر. زين؟ مكثورة الخير، مكثورة الخير. آخ آخ، وش اللي قاعد تسويه هان يا صخر؟ قاعد بديرة ما هي بديرتك. انت بيها دخيل، وعقاب يحسب انه كاسرك للابد. عقاب؟ لا لا،
أنا لازم أخذ بثاري منه ومن كل ربعه بعد. هذه تاليها معكم؟ سودون وجهي عند الشيخ راجي وربعه؟ تنيمون ضيفي جيعان؟ هذه وصاتي لكم؟ على هونك يا شيخ، بالله احنا ما قصرنا بحقهم، وكل ما مرتنا سويناه. أنا كنت أسلم المونة والزاد وكل ما يحتاجون اليد الشيخ راجي. وأنا أشهد يا شيخ إن سالم كان يسلم كل شيء للشيخ راجي، وهو اللي يقسم بين ربعه. يا شيخ سلطان، يجوز إنه الشيخ راجي سهت عليه القسمة، ويجوز إنه السارق كذاب. سموحة يبا. قولي يبا. سموحة يا عم وصيل. إذن سمعت يا بنيتي. أقول والعلم عند الله إن الرجال كان محتاج وما هو كذاب، صار له يومين بليزات. حنا لزوم من باكر رجالنا يتكفلون بالقسمة ويوزعون الزاد على كل بيت براس الغدير. ديرة الشيخ راجي من بعد مصابهم حريمهم وشيوخهم أزود من رجالهم، لجل هيج لزوم ناقف جنبهم وما نترك أي بيت محتاج ولا أي أحد ينام جيعان. أنا من رأي العفرة يا الشيخ. خصلي حصلنا يا شيخ. سلم عليكم. أمان الله. أمان الله. طريق طريق. يا شيخ عقاب، أنا مشيت ورا الأثر لكنه انقطع بنص الطريق وما قدرت أعرف آخره. كثير مروا من المكان وضيعوا الأثر. هيا الحفرتي، هيا القهر. وش قلت يا عم مريحل؟ أنا أقول أن المجرم يعاود المكان جريمته مرتين. الأولى لجل يذبح غريمه، والثانية لجل يتوكد وايش اللي صار بعدها. أنا متوكد إنه يعاود الهان. ما برتاح ولا يحنى لي بالي لين أعرف من هو ذباح أخوي. إن ما خاب ظني يا شيخ، أنا أقول إن ذباح نمر من ديرة الشيخ راجي هم آخر ديرة غزيناها، وكانت خسارتهم كبيرة، وكاد أنهم ظلوا يترقبوا علوم ديرتنا، ويوما جاء الوقت المناسب خذوا بثارهم وذبحوا نمر. كل شيء يصير، كل شيء يصير، لكن بعد لزوم نتوكد. اسمعوا يا رجال، أريد منكم تفتحون عيونكم ليل نهار، تناوبون على حراسة الديرة. إن شفت واحد يتسلل داخل الديرة خلوه يدخل لين يصير بوسط بيوتنا. تحوشوه وامسكوه وجيبوه لي حي. أريد أعرف من هو ومن هي ديرته. والله والله إن شفته لعلق قلبه على سنان رمحي. وش تقول أنت يا نواف؟ قلت لك أريد حي. اللي ذبح أخوي نمر ما يكفيني فيه ذبحة، والله لذبح رجال ديرته كلهم وما خلي منهم أحد. بسم الله. سوالم. عمي فهد فزعتني يا عمي. تفضل تفضل اقعد معي. ان شاء الله الحلال بخير. الحلال نايم ومرتاح طول ما سوالم يحرسه. تطمن يا عمي. زين يا السبع، يلزمك شيء؟ عشت عم. تفضل تعلل معي. وراي سالفه. ما ودي اوصيك، حرص زين، عيونك فتحهم زين، ما ود السهوة. يا
الحق علينا يا عم الشيخ، الحق الشيخ عقاب الحق. وش فيك؟ ما هي قربة الشيخ عقاب، من هذه؟ قوتش يا حسنة. هلا يما حياك، تفضلي تفضلي. وش بلاك يا حسنة اليوم؟ مالك حس على غير عوايدك يما؟ ما بشي يما. زين، والشيخ عقاب وش علومه هالايام؟ اللي انا اشوفه للشيخ عقاب ما ينام لا ليل ولا نهار، ما ياكل من الزاد الا القليل، ودوم باله مشغول. يما يا حسنه، ما هي هينه حين ينذبح اخو الشيخ وما يعرفوا من غريمهم، وكاد ان هالسالفه ماخذه كل تفكيره. يجوز يما، لكن الشيخ عقاب تغير علي من قبل، من يوم ما عود من الصيد. سمعيني زين يا حسنة، ودي ولدك لعنده. انت تدرين ان الشيخ عقاب روحه معلقة بالسيل، وانه هو الوحيد اللي يقدر يغير روحه ويحسن حاله، وانت يما بحنكة منك تقدر ترجعين رجلك لك عن طريق ولدك سيل. لا تشدين الحبل ينقطع ولا ترخين ينفلت. أنا صحيت الصبح تفقدت الحلال، حسيت إن بي شي ناقص، وأنا دور لقيت بطرف المرعى 10 روس من الحلال مذبوح. 10 روس يا سويلم؟ 10 روس؟ وش تقول أنت؟ والله يا عم أنا حرس الحلال بعيوني، لكن ما أدري وشلون صار هيك. وهذه الفروة بعد يا شيخ، لقيتها مرمية بطرف المرعى. يا الشيخ يا الشيخ، وش عندك انت بعد يا فرحة؟ هذه فروتي يا الشيخ، البارحة بالليل نسيتها معلقة برا، ويوم اني صحيت ما لقيتها. اي هذا وكاد سرقها وتودر بيها الرجل اللي راح المرعى وذبح الحلال، لجل هيج ما شافوه رجالنا. زين زين، خذي فروتك يا فرحة. تسلم يا اخوي. ارخص لي يا الشيخ. اسمعي سويلو، عونك يا عمي. شوف شلاش وين هو فيه، خليه يجيني بالحال. تامر يا عم. اللي معي يا شيخ تكفي وتزيد بعد. زين يا شلاش، أريدك مع طلعة الضوء تسوي اللي قلت لك. تامر يا الغالي، لكن عاد شلون أوصل لك العلوم هذه؟ خلها علينا. معنا حرير الهند ومعنا بخور وند، وبار هيل قهوة وكحلة وعطر للخد، معنا ثواب وعبي ومعنا بعد شلات، وعقد نيلالي عالصدر وحناتي زين اليد. يا هلا يا هلا، تفضل يا هلا بالنسامة ويا هلا بالنسميات. من الديل عطر، كحل للعين، ثواب
وعقد هلالي على الصدر وحنا تزين اليد للغالي. يا هلا بالنشميات، يلا انت حيتن. اريد اشوف العطور اللي عندك. ايه عطر بس يمرج. هذا العطر ما بيزين منه. كم واحدة معك بعد؟ هذول بس. يعطر نخد المزيونة نوبة، وصيح الولهان العطرها توبة. هاتهن كلهن. تفضلي. وعقد هلالي عالصدر وحناتي زين اليد. لوش اشتريتيهن كلهن؟ وش تسوين بيهن؟ لأن العطر اللي تتطيب بيه غزالة ما يلوق غير بس ليه. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هلا بالنشمية. هلا عندك شمغ مهدبة؟ لا كان معي، لكن عادي جاهن النصيب وانباع كلهم. حسافة، كنت اريد اخذ واحد لبوي. من هبوت شي المزيونة؟ لا تواخذيني بهالسؤال، لكن انا سألت لجل حين اعود المرتن الجاية اجيب ازين شماغ مهدبة. انا العفرة بنت الشيخ سلطان. والنعم والنعم، الله يحفظك. اقول صحيح اللي سمعته ان الشيخ راجي وربعه هان بديرتكم؟ اي هم ضيوف بديرتنا. وانت وش لك بهذه السالفة؟ عساك يا بنت لجواد تدليني على مكانهم لجل ابيع بضاعتي عندهم وترزق من ذاك الصوب. تلاقيهم براس الغدير. يلا يا بنات. وعقد هلالي عالصدر وحناتي زين اليد. هو طلبها منك بلسانه؟ اي بالله يبا، هو اللي دز وراي ومن رحت قال لي جهز روحك يا فهد ود اطلع انا وياك هالقنيس، لكن طلب مني ما علم احد الا ما هو يعلمني. عافية عليك يا فهد، عافية عليك يا ولدي. اسمع، الشيخ الحين حاله متخربط، اريدك من جهة تكسب ثقته تتقرب منه، ومن الجهة الثانية تشيل عنه. أتقرب منه هذه سهلة، لكن شلون أشيل عنه؟ أها، تفتح عيونك زين وتراعي هلا الديرة حتى نكسبهم، يعني تساعد محتاج، تجير ضعيف، اتعبي ما بقربة أرملة. أريدهم اتغنون بصيتنا وكرم أخلاقنا، ومن يجي الوقت المناسب هم بلسانهم يطلبون نكون شيوخ عليهم. افتهمت؟ والله ما انت قليل يا ابو فهد. تام تامر يا شيخ هزام. قهويني. زوم يا شلاش تدخل عليهم وانت تصرف طبيعي. اي طبيعي، دواج مسكين يسترزق برض الله الواسعة، حتى لا يشكون بي اني تجسس عليهم. وانت يا لابوب اريدك عند ظني بيك، اياك تسوي شي يفضحنا. ترى انا وانت نروح بيها. معنا حرير الهند ومعنا بخور وند وبهار
صار هيلي قهوة وكحلة وعطر للخد. معنا ثواب وعبي ومعنا بعد شداد عقد نيلالي عالصدر وحنا تزين اليد. هالي شيخ راجي أنا دواد شلاش، كنت أحمل العطور والمدارج والشماغات المهذبة لديرتكم، لكن عاد من لفيت لديرتكم ما لقيت أحد، وحين سألت وتطقست إيه تطقست عرفت إنكم منكم بديرتكم، وإن الخسيس الشيخ عقاب هو اللي غزاكم. اخص عليه، اخص عليه ومية اخص اللي غزي العربان لجل المال والحلال. اخص. ومين دراك ان احنا هان؟ لا تزعل علي يا شيخ، بس كل العربان تسولف بغزو الشيخ عقاب ورجاله لديرتكم. تسمح لي يا شيخ استرخصك، يعني اقعد هان لين اقدر ابيع بضاعتي وتريح. ما عدت مثل الأول يا شيخ راجي، ما عدت مثل الأول، صرت أتعب كثير من المسير. أنت تعرف إن إحنا بديرة الشيخ سلطان، أنا ما عندي مانع، لكن لزوم ناخذ رأي الشيخ سلطان، ما ظنه يمانع. الشيخ سلطان أبو عفرة لعاد أروح أستسمح منه، ما يخالف أصفط الهبوب هان؟ حمارك بالحفظ والصول. اسمه الهبوب، رخصوا لي. يلا يا الهبوب يلا. وش هالبلية هذه؟ تلقى واحد من العربان حابر سبيل يا ولدي يا صخر، نيم عندك تكسب بي أجر. على امرك يا شيخ، على امرك. امشي من قدامي، امشي هالحين لا وعزة الله اجرش من شعرش ومرمغ وجهش بالطين. جربي يا زينة، خلنا فرج خلق الله عليك، لا تتحاليني بروحك زايد. شنتي ما تريدين شان ما صلش ساعة واقفة تهرجين وياي. تخسي، ما ناقص علينا غير الهرج الشين الحريم ديرة الشيخ راجي. غزالة احفظي لسانك، احنا ما تعودنا نهرج هيك مع الضيوف. لعاد تعالي انتي يا العفرة وحكمي بيننا، هذه البنية من ديرة الشيخ راجي، دوم تيجي من راس الغدير وتملى الماء من هان، تريد تدخل بين بناتنا وحريمنا وتجيب لهن مراسيل من شباب ديرتها. مش قولتش باللي سمعتيه يا الضيفة؟ هن يسألين وانا جاوب. تكذبين بعد؟ غزالة، الضيف له علينا حق واحترامه واجب، وان شان الضيف تخطى حدوده يكون حنا اللي انطيناه المجال، وبهذه الحالة شيء من اللوم يقع علينا. وانت يا الضيفة، كان حريمنا سولف وياتش من غير ما يذكرنك انك لفيتي الغدير من غير ميعاد ربعتش، فهذا الكرم اخلاق منهن، يستاهل تصولينه. انا ما سويت شيء، هن اللي يريدن. بناتنا ما هن بايرات يا الهنوف، وانت تعرفين زين ان رجال ديرة الشيخ سلطان تسد عين الشمس، وزود الهرج يتعب صاحبه. سمعيني زين، تزهمين الغدير انتي وحريم ديرتج، معززين مكرمين، اهلك جراحهم ما طابت وهم اولى بيج. وانتن يا بنات اسمعني زين، الهرج اللي تخطى حدوده يجيب وجع الراس وتاليه قلة القيمة، وانتن قيمتكن عالية ما يجوز تدوسون عليها لجل كلمتين ما هن مشانهن. خلكن بحالكن خلهن بحالهم. جيت من الطريق البعيده
لجل اتوكد ما بحد وراي. شلون قدرتي تطلع؟ الشوق جابني. كأنك ما انت فرحان بشوفتي. شلون ودي شي انا افرح وانا تعبان مجروح؟ ذلوني يا مزنة، هل وديرتي ذلوني؟ الشيخ عقاب ما لقى غيري يتهمه بذبح اخوه نمر لاني ضعيف، كان وده يذبحني، لقيته ذبحني وريحني. لا تزعل يا حسن، اللي صار ما هو سهل. نمر انذبح بليلة عرسه، والشيخ عقاب اتهم الجميع ما هو بس انت. بس انا كنت متوكدة انك بري، وهذا احنا مع بعض. باشر ابوك ينطيش الواحد عنده مال وحلال. لا اجبرني مرتين واحدة ما يسويها مرتين ثانية. يسويها يا مزن، يسويها. أظل ما يفكروا بسوالف القلب والعشق والروح، أظل يفكروا بالمال والحلال والنسب والحسب. القدر جمعنا يا حسن، وبكرة يوم جديد وحياة جديدة. توكل على الله. لا إله إلا الله. يوم أنا أشوفك يا مزنة تزول كل هموم الدنيا. أنا ما ودي شيء من هالدنيا غير أن نكون البعض. أنت ما تستاهل على وجهك أنت وياها. قاعدة تسولف مع البنية ولا كأنها كانت ودها تتزوج أخوي وتصير حرمته؟ ما تحترمون الميت أنتو؟ عند اللي مثلك وكاد ما بيها شيء، لكن عندي وعند الشيخ عقاب هذه كبيرة يا الحكيم. أكسر الهرج يا نواف ويكفي اللي قلته. وبتسمع أكثر من هيش بعد. وش اللي ودك تسمعني إياه يا أخو الشيخ عقاب؟ ودك تغلط وتهين وحنا علينا نطيع ونسمع؟ ما حزرت، هذه النوبة أنا اللي ودي أقول وأنت اللي ودك تسمع. أخوك نمر ما كان وده مزنة، كان وده يتجوزها لأجل يذلها لأنها خيرتني عليه. أنت شلون تحرج على أخوي نمر هيك؟ شلون؟ هذه هي الحقيقة. ويكون بعلمك أنا ومزنة نهوي بعض وده تجوزها غصبا عن الراضي واللي ما هو عاجبه. بسيطة يا حسن، بسيطة. ما حركة قلبك ولسانك بعد ما كون نواف. وانت يا مزنة حساب كبير معي، انا علمك من هو نواف. بسيطة. يبا علامك مزنة، وش بي؟ لا ما بي شيء، بس اريد الحق احضر لك الزاد، ترخص لي. يا حلاته هالوجه، الله ما يحرمني منه. اسمع يما، قلت ياك تروح تقعد جنب ابوك وتتعلم منه، لجل الحين تصير رجال كل العربان تخاف منك وتحسب لك حساب. عافية يما. تدري يما، ما خليت شيء ما سويته للشيخ عقاب، لكن هو لا سامعني ولا شايفني. صبري يما، المرة الزينة تصبر على رجلها، ولزوم الحال إن شاء الله يرجع مثل ما كان وأحسن. الله يسمع منك يما، دوم تنصحيني بالصبر ونصبر. هذا جل موعد يا فهد، باكر إن شاء الله نزهم للصيد. عدني حاضر وخيلي مسروجة. كفو كفو. سيل سيل. يا ساتر يا ساتر على أم العين. يا عقاب يكفي ما جرى، انت ولا تدري
بل اللي جرحني من الهوى سيف طعن صدري. وان قلت لي حكم الزمن قلت انكسم ظهري. ولو عات قلبي ما بدا ما بحت لك سري. اهديت لك عيني وجفن واهديت لك عمري. واهديتني موت وكفن حفرت لي قبري. اهديت لك عيني وجفن واهديت لك عمري. واهديتني موت وكفن حفرت لي قبري. ضلعي غدا عود الغضا والنار في جوفي. واحاول انسى ما مضى وتحدني ظروفي. عفرا غدت قصة حزن وعقاب يرويها. ودموعها يوم ذرفن منه يواسيها. اهديت لك عين وجفن واهديت لك عمري. واهديت لي موت وكفن حفرت لي قبري. اهديت لك عين وجفن واهديت لك عمري. واهديت لي موت وكفن حفرت لي قبري.